هاي يا بنات، النهاردة هنعمل تنظيف عميق للبشرة. هنشيل الجلد الميت وهنفتح المسامات ونزيل الرؤوس السوداء من المناطق اللي فيها رؤوس سوداء. أول خطوة مهمة إن احنا لازم نغسل وشنا كويس جدا ويكون نضيف. أنا استخدمت الفوريو مع غسول هيمالايا، لأن الفوريو الذبذبات اللي فيها بتخلي تنظيف المسامات بعمق وبتتغلغل جوه البشرة، فبتخلي كل الرواسب اللي جوه البشرة والأتربة تطلع على سطح الجلد. طبعا بتكون في حركات دائرية. وكمان يا بنات ما ننساش منطقة الرقبة معانا في التنظيف، لأنها نقطة مهمة جدا معظمكم بينسوها. طبعا غسلت وشي كويس جدا بالمية وابتديت أجهز جهاز البخار عشان خاطر أشغله ونبدأ بقى للروتين العميق للبشرة. عبيت جهاز البخار بالمية في المكان المناسب ليه، وأهم حاجة يا بنات تقفلوه كويس جدا عشان المية ما تتسربش جوه الجهاز بتاعكو فيبوظ ويحصل قفلة. وصلت الجهاز بالكهرباء وشغلته وسبته لحد ما يبدأ يجهز في البخار. جبت فوطة وحطيتها على وشي عشان خاطر تساعدني في ان انا استفاد من البخار كله على وشي وحجم البخار في مكان واحد. مهم جدا يا بنات ان البخار يكون بعيد عن وشكم وما تكونوش لابسين عدسات خالص وانتوا بتستخدموا البخار. بنقعد في البخار من 8 ل 10 دقايق. بعد كده دي بيكون الشكل النهائي، المسامات كلها اتفتحت وجاهزين للنظافة. طبعا هشيل الرؤوس السوداء. انا استخدمت بنسة وعقمتها كويس لان ابرة الرؤوس السوداء بتاعتي ملقتهاش، بس عايزة اقول لكم حرفيا الابرة مفعولها زي الرؤوس السوداء بالظبط، طلعت كمية دهون من الانف رهيبة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طبعا كنت مجهزة السكراب اللي هقشر بيه بشرتي عشان خاطر ازيل الجلد الميت من البشرة. استخدمت الشاي الاخضر مع زيت جوز الهند، تحفة. بنعمل سكراب في حركات دائرية لمدة من 3 ل 5 دقايق. طبعا الفيديو بس انا مسرعاه، لكن اعمله بالراحة جدا وبرفق عشان خاطر وشكو ما يتجرحش ويلتهي. طبعا يا بنات كمان منطقة الرقبة وهأكد عليها مهمة جدا في روتين العناية بالبشرة، سواء كان ماسك، سكراب، كريمات بشرة، ترطيب، اعتبروها معاملة البشرة بالظبط. طبعا بسيبه على بشرتي 5 دقايق وبعد كده بفتح تاني البخار لمدة دقيقة او دقيقتين عشان خاطر الزيوت تتغلغل جوه البشرة واستفاد منها كويس جدا. بعد كده ببدأ أحرك إيدي على السكراب خفيف جدا وببدأ أغسل وشي. طبعا غسلت وشي، شايفين الوش رطب جدا وناعم، بصوا فعلا إحساس فظيع جدا. طبعا بمناديل أو فوطة خاصة بيكي انتي هنطبطب كده على الوش عشان نخفف بس المية. طبعا استخدمت الماسك ده، حلو جدا للرؤوس السوداء. انا وزعته على منطقة الانف والجبهة والدقن، اكتر مناطق بيطلع لي فيها حبوب ودهون وبيكون فيها رؤوس سوداء. الماسك ده يا بنات فعلا وهم حرفيا، بسيبه على بشرتي لمدة 20 ل 30 دقيقة لحد ما ينشف خالص. عاوزة اقول لكم الماسك ده فعلا حرفيا جامد جامد جامد. هسيبه على وشي لحد ما ينشف خالص، بعد كده استنوا، ده في خطوات كتيرة قوي. طبعا بعد ما الماسك نشف خالص وتأكدنا انه نشف خالص، هنيجي مرحلة ان احنا هنشيله، ودي اصعب مرحلة فيه لانه حرفيا بيوجع جدا لما احنا بنشيله. عايزه اقول لكم فعلا اصعب حاجه في الماسك عامه واحنا بنشيله، بس دي اصعب حاجه فيه. هغسل ده، همسحه وارجع لكم.
غسلت وشي عشان خاطر اشيل بواقي الماسك، تمام. ودلوقتي هعمل ماسك القهوة مع العسل، تحفة، بينظف المسامات بعمق، بيساعد في كمان ترطيب البشرة وللهالات السوداء، يعني تستخدمه على وشنا كله. على فكرة يا بنات، في ماسكات ما ينفعش ان احنا نستخدمها تحت منطقة العين، بس الماسك ده نقدر نستخدمه تحت العين عادي. طبعا يا بنات، منطقة الرقبة دي برضو اساسي جدا ان احنا نهتم بيها عشان خاطر ما تطلعلناش تجاعيد. نسيبه على بشرتنا لحد ما ينشف لمدة 20 دقيقة، بس عشان انا هعمل على شفايفي كمان. دلوقتي بعد ما الماسك كله نشف على وشي لمدة 20 دقيقة، هغسل وشي بمية فترة واجيلكم. طبعا شايفين بشرة صحية جامدة جدا. بعد ما غسلنا وشنا بمية فترة، طبعا لازم نقفل مسامات وشنا كويس قوي. هستخدم التونر ده. هستخدم سيروم على البشرة، طبعا استخدموا السيروم المناسب ليكم. هنستخدم كريم العيون. هستخدم كريم مرطب للبشرة. وده كان روتين تنظيف عميق نقدر نعمله كل 20 يوم للبشرة.